نحصل على حياة نقية خالية من الجراثيم والبكتيريا مع منقي الهواء الجديد إيرفيتا، مصنع من قبل خبراء كوريين، وتم عليه العديد من الأبحاث والدراسات للتأكد من قوة فعاليته لتنقية الهواء وقتل البكتيريا بنسبة 99%. تصميم حديث صغير الحجم ولكن يعمل بنفس قوة أجهزة تنقية الهواء ذات الحجم الكبير. يعمل بتقنية إصدار أكثر من 2 مليون من الأيونات السالبة في المربع المتر الواحد، والتي تقتل مختلف أنواع البكتيريا، عدة الغبار، الفيروسات الضارة المسببة لحساسية الصدر، ويصدر في نفس الوقت الهواء النقي. لتحصلوا على جو آمن وخالي من البكتيريا والروائح الكريهة بنسبة 99% مع إيرفيتا. سهلة التنظيف والفك والتركيب. احصلوا على حياة نقية خالية من الجراثيم مع منقي الهواء الكوري إيرفيتا. خليني أخبركم عن الإيرفيتا. الإيرفيتا هو شركة كورية رائدة جدا. هيدولي الشركة مشهورة كتير بأوروبا، بأمريكا، بكل الدول العالم، بأكثر من 26 دولة موجودين، وحصل على براءة اختراع رانيا كتصميم جديد لمنقي الهواء. مثل ما أنا حكيت بالبداية لما قلت لك على الشكل تبعه قديش حلو. مقدمين طبعا النهاردة لكل الحابين هم يحصلوا على إيرفيتا، مقدمين ست واحدة. لو حابين أنتم تحصلوا على جهاز واحد ورقمه هو 6292 82. كمان لو انتوا حابين انتوا تحصلوا على جهازين سيت اوف 2، رقم المنتج 6292 88. وبنقدمه النهارده ضمن فرصه الاسبوع 7 دي ديل، واللي بيكون عليه تخفيض 20%. يعني اكيد فرصه حلوه جدا لو انتوا حابين ان انتوا تحصلوا على السيت اوف 2 او المجموعه اللي هي مكونه من جهازين، علشان خاطر لو في البيوت الكبيره مثلا حابين انتوا تحطوا في غرفه النوم او حتى في الليفنج روم، بتشوفوا ان هو يعني طبعا هيديكوا تأثير كبير جدا. كمان هنا لو الكاميرا تقرب على الجهاز اللي موجود معايا، هو في مستويين. لو هنا احنا مشغلينه على مستوى الماكسيمم لو حابين انه يكون اعلى درجه او اعلى سرعه في شفط الهواء. هنا كمان المينيمم اللي هو الاقل، لو انتوا حابين مثلا انه يعني حجم الغرفه صغير، حابين ان انتوا تشيلوا كل الروائح الكريهه يعني مش موجوده بكميه كبيره، تقدروا ان انتوا هنا على الماكسيمم بيدينا اللون الاحمر. لكن هنا برضو زي شايفين انه طريقه الاستخدام بتاعته سهله. هنا كمان طبعا شايفين انه قد ايه في مميزات كتيره. انا بس هطلب من شريف بعد اذنك يا شريف لو ممكن تدينا البخور تاني، علشان خاطر انا كنت مشغله الاير بيوريفاير، محتاجه ان انا ازود شويه هنا. وانت كوثر برضو احنا ممكن نقفل هنا عندك علشان يحفظ الدخان. وهنشوف هنا قوه الاير بيوريفاير اللي موجود معانا في ان هو الشفط بتاعه قد ايه بيكون سريع. بمجرد بس ان انا بعمل شويه دخان هنا بحطه مره تانية، احنا عبينا الغرفه الاولانيه وهنعبي الغرفه التانية مع الإيرفيتا. هنشوف انه يعني فعلا جهاز فعال جدا وقوه الشفط بتاعته بتكون سريعه. انا قفلت الجهاز وحاطين دلوقتي بنشوف السموك اللي هو بيتكون، شوف كده بيكون أصلاً كفايه رأيه. وانا بقفل هنا على الغرفه اللي موجوده معايا وبنشوف انه اول ما بشغل الاير بيوريفاير انا حطاه على الماكس. وهنا برضو عندك اللي هي التهويه العاديه، بتشيل الغطاء من فوق. وانا بشغل عندي على الاير بيوريفاير وبنشوف المقارنه دلوقتي ما بين الجهازين هيكون قد ايه سريع في قوه الشفط. طبعا احنا فاتحين الفوهة اللي فوق علشان نبين انه هواء طبيعي، انه كانه جو طبيعي، يعني انه ده الجو الطبيعي او دي التنقيه اللي هي العاديه. خليني رانيا انا هون بس لانه وقعت هيدا الشيء جوا. احنا كده هنشيل كل الدخان. لا 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 بدي اشيل هيدا. ايوه اوكي. هنا بنشوف كميه الدخان كتير، دي برضو اللي بتكون موجوده برضو في الغرفه العاديه. لكن هنا مع الاير بيوريفاير بنشوف انه هنا التنقيه بتكون قد ايه واضحه وبتكون سريعه وبتكون قويه جدا مع الإيرفيتا. بنشوف انه الغرفه قد ايه بقت نظيفه في ثواني معدوده. لكن هنا الغرفه الثانيه على الرغم من الفوهه بتاعتها مفتوحه فيها بخار، حتى لو احنا الاثنين قارنا مع بعض، انت شلتي الغرفه اللي عندك بتبيني كميه البخار قد ايه السموك بعد لسه عم يطلع رانيا متكون، مع اني فتحت شفتي كيف فتحت بالظبط دخلت كميه هواء اكتر بقى فيها. لكن هنا بمجرد ما نشيل الاير بيوريفاير بنشوف انه هنا الدخان اللي فيها مش موجود تماما، وحتى كمان السموك على فكره عمل لون. صح. عندك
وانا رانيا متحمسه نرجع نفرجيهم اكيد باخر الفقره قدامه هي مره ثانيه. طبعا طبعا ده الفيديو اللي احنا هنشوفه دلوقتي على الشاشه اللي بيبين طريقه الاستخدام طبعاً. او ازاي بيشتغل الجهاز من الداخل اللي هو بيفرز الايونات السالبه. بينما رانيا اذا مثلا احنا رحنا على منطقه فيها شلالات يعني طبيعه بمنطقه فيها شلالات اللي هي فيها روائح طبيعيه كمان بيفرز هيدا الجهاز 5000 من 50000 سوري من الايونات السالبه. لكن هنا بنشوف انه بيقتل البكتيريا، بيقتل الانفلونزا، بيقتل الميكروبات في ال 2 مليون من طبعا الايونات السالبه اللي بتطلع في السنتيمتر المربع الواحد. وهنا النقطه اللي بتتكلمي عنها الشلالات اللي هي افراز مثل ما حكيتها 50000 من الايونات السالبه، وهذا انت منطقه فيها شلالات فيها طبيعه فيها هواء نظيف، بالرغم من هيك لانه الارفيتا بيطلع هواء نظيف وبيعطيكي الجو البيئه بنفس الوقت كمان عندنا 50000. بينما اذا رحنا على الغابات هون عندنا افراز ل 3000 من الايونات السلبيه اللي هي طبعا مفيده جدا للصحه، يعني منتج عن جد متطور، منتج عن جد هيك لما نقول كوريين يعني بنقول كل شيء تكنولوجيا، بننطر دائما الكوريين شو بدهم يعملوا اشياء متطوره لحتى نلحقهم فيها ونستخدمها. مزبوط. وهنشوف دلوقتي برضو مع بعض انه في كثير جدا من المواقف اللي احنا بنحتاج فيها منقي الهواء، انه في كثير من السيدات حابين ان هم يحموا اسرتهم، زي ما بنشوف هنا الاطفال وهم نايمين بتبقى الغرفه ما فيهاش تهوئه، احنا بنعمل تعقيم للهواء الموجود في الغرفه، شايفين هنا برضو انه حتى كمان يعني في مواقف ثانيه مثلا العيله كلها لما بتقعد مع بعضها، او حتى لو شايفين اللي هنا رائحه الاحذيه وكمان برضو الطبخ اللي هي الرائحه الكريهه اللي بتكون موجوده بيعقم هواء الغرفه الليفنج روم مثلا لو احنا قاعدين مع بعض وقت المذاكره. فبنشوف قد ايه ان هو فعلا يعني مفعوله قوي جدا وحلو لاي سيده حابه ان هي تحافظ على اسرتها وتحافظ على العيله. هنا هنعمل ديمو مره ثانيه لنفرجيهم. راني انا هلا احنا جربنا البخور وبنجرب دلوقتي السجاير، الدخان اللي هو بنعرف قديش مضر بصحتنا وبصحه الاولاد. هون حنحطها نفسها لنشوف قديش بتحط او بتعبق جوا المكان اللي ما فيه اير بيوريفاير. يعني تخيل انت من دون، انا عندي كثير عندي ريحه قويه. هنا عندك انت ريحه قويه، وشوف السموك او الدخان هو بيتكون وده عباره عن الروائح الكريهه اللي بتكون موجوده في البيت او حتى لو في اي حد بيدخن بنشوف ان السموك بيتكون. طبعا الاطفال واحنا ما بنشوفهاش بالعين المجرده الروائح دي، لكن بالتالي بنشمها وبتكون هواء ملوث لينا. لكن هنشوف هنا مع الاير بيوريفاير اول ما انا بشغله بالطريقه دي بسرعه هنشوف المقارنه دلوقتي، وبنفتح على الغرفه الثانيه التهويه العاديه هنشيلها دلوقتي كوثر وهنشوف اول ما بشغل اير بيوريفاير التنقيط الهواء هتكون قد ايه سريعه غير طبعا الهواء العادي اللي هو هواء الغرفه العاديه. بنشوف على طول انه بيبتدي ان هو يشيل او يشفط الدخان، وبنشوف انه فعلا طريقه عمليه جدا بالاخص ان هو مش محتاج ان احنا نحط له اي فلاتر. كمان بنقدر ان احنا ننظفه بطريقه سهله جدا زي ما انت ممكن تورينا دلوقتي برضو كوثر. ان احنا طريقه التنظيف رانيا انا هون بس بدي احطه بالمي. شوفوا هو لانه مثل ما احنا حكينا من البدايه الحجم تبعه كثير صغير وكثير هيك مهضوم، يعني حتى التنظيف تبعه مهضوم. انا مجرد ما اشيل هيدي القطعه البيضاء من فوق بهالطريقه مثل ما عم نشوف هي هيدي هيك وبنشيلها وبنحطها بالمي، حنلاحظ انه حينزل الاوساخ كلها هلا اللي موجوده اصلا بالاير بيوريفاير بقلب المي. ليكوا هون اذا بنشوف يعني بلش ليكي رانيا كيف الوسخ الاسود نزل بقلب المي. هي دي بقايا كل الميكروبات والبكتيريا اللي بتترسب. وكمان الجميل في اير فيتا اللي احنا بنستخدمه او اللي احنا بنحصل عليه ان هو ما فيهوش اي حاجه، يعني مش محتاجين ان احنا نحط فلتر او ان احنا نصرف فلوس في الفلاتر، لكن بنشوف هنا التنقيه بتكون قد ايه سريعه جدا، وخاصه ان هو بيعمل ثلاثه في جهاز واحد بينقي الهواء. شايفتيهم؟ هيك الاسود اللي عم يطلعوا هيدول ما بده شيء، يعني بتحطيه وبتشيليه بتنظفي. يعني فعلا جهاز حلو جدا لكل سيده حابه ان هي تحافظ على صحه عيلتها وصحه اولادها مع جهاز اير بيوريفاير اللي احنا بنقدمه من اير فيتا اللي ثلاثه في واحد. رقم المنتج 629282 او مجموعتين لو انتوا البيت عندكم كبير محتاجينه في اكتر من غرفه. رقم المنتج 629288 بنقدمه اليوم ضمن فرصه الاسبوع 7 دي ديل، يعني عليه تخفيض 20%. اعجبكم المنتج اضغط على اضافه في السلة.